يعجبني الصحفي الذي أخذ موقف، ويعجبني التقني الذي أخذ موقف وعمل شيء يضر، ويعجبني المنفق الله يجزيه خير اللي أنفق، لكن لا يعجبني الشخص اللي يقول لك والله هي وجهة نظر وإحنا قاعد نتفرج. حط حيلهم بينهم، حط حيلهم بينهم، خلي يتفقوا ولا يصطفلوا. هذا كلام أنت، هذه قضيتي أنا. هذا الله عز وجل ذكر بيت المقدس في كتابه حتى يقول لنا أن هذا لنا مش لأحد. فأعطينا سيناريو، عذرا دكتور، أعطينا سيناريو افتراضي لحوار أسري بين أب وأولاده وأبنائه عن الأحداث التي حصلت في غزة. في أي موضوع؟ لا، في أحداث غزة تحديدا. يعني لا تدخلني في اختلاف لا المصالح. لا 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 لا، نتكلم سياسيا. نتكلم أنه ابني عمره 10 سنوات 7 سنوات يرى أقرانه يذبحون ويقتلون وأشلاء ودماء وغير ذلك من الألم. نعم. التي رأيناها. سؤلنا. ويريد أن يدخل والله مع سؤلنا. والده. والله دار بيني، والله دار بيني وبين أولادي. طيب أعطينا هالسنة. 10 سنين و12 سنة. إذا مش سنة افتراضي حقيقي. قالوا إيش نعمل؟ قلت إيش تقدر تعمل؟ قالوا أنا أعمل أسلاح وأعمل كذا. قلت اسمع يا بني، ترى الذي اخترق شبكة المعلومات لجهاز الاتصالات قد يكون في أي مكان في الدنيا، قد يكون واحد كبرك، لكن كمبيوتر وز زي ما بيقولوا، ها يعني داهية تقني فلتة فلتة يقدر يسوي شيء. شوفوا يا أولادي، أولا لا تروحوا، لا تحقرن من، هذه كلمة لهم، لا تحقرن من المعروف شيئا. طيب. أنت قادر، أنتوا قادرين تدخلوا الشاتنج رومز اللي اليوم منتشرة، منتشر فيها الشباب الإسرائيلي قاعد يدفع عن قضيته، بل أنه تصور كان في الأزمة هذه نشطت حملة تبرعات لإسرائيل. نعم. زين. سمعت. مواقع معينة. قلت أنتوا الآن هذا شو تعرفوا ولا ما تعرفوا؟ قالوا نعرف. قلت بدل ما تقضيها جيم بوي والله كأنه خلصنا على المشهد الدموي، خلنا الحين نروح لنا. لا، قال يصير عندك هم تنام فيه وتصحى فيه، تصحى فيه، تصير عندك قضية، تصير صاحب قضية، لأنك ستسأل عن هذا، أنت ستسأل عن هذا. الجهاد اليوم بهالمفهوم هو فرض عين، بهالمفهوم هو فرض عين. أكيد. مش فرض كفاية. ليش؟ لأنه يقال يعني صاحب التخصص، صاحب الطبيب قبل أن يدخل الطب يكون الطب فرض كفاية، متى ما صار طبيب صار الطب في حقه فرض عين. نعم. ليش؟ لأنه مسك موقع في الجبهة. اللي يمسك موقع في الجبهة، طب أنا سؤالي وين الجبهة؟ تدل الجبهة يا بني. سألتهم تعرفوا وين المعركة؟ قالوا نعرف. المعركة مش على الأرض هناك، إن حصل يا ليت، ما يحصل. لو يحصل ترى يمكن نص أمة محمد يروح يموتوا، نص أمة محمد يروح يموتوا. ترين ليش؟ لأنهم ما يعرفون شلون يحيون، ما يعرفون، بس يعرفون شلون يموتون. يعني للأسف وصل الأمر بنا إلى أن أمتنا تعرف كيف تموت، جميلة، تعرف كيف تموت ولا تعرف كيف تحيا. إحنا الآن بقولهم مارسوا الحياة. يعني في فعل هذا الصحفي وفعل ذلك الإعلامي والكاميرامان والتقني والهاكر، هذه معرفة للحياة، هذه فنون الحياة، قراصنة، هذه القراصنة. هؤلاء صانعوا حياة، مش صانعوا موت، هؤلاء صانعوا حياة. فأنا القضية التي عندي هي أنه أريد أن أعلم أبنائي اشحن واحشد الريح. الله يقول ولا تنازعوا تفشلوا وتذهب ريحكم، الريح اللي هي القوة والطاقة، احشد هذه الريح، حول الحزن إلى 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 ميكانيزم، إلى آلية معينة، إلى هم، مش ممكن إلى قضية. يكون شاب ولديه هم، لديه قضية ما، هم من ما، هم وطني، ناتج ذلك هم ديني. نعم. ناتج ذلك أن أحد أبنائي ثاني يوم دخل على الكمبيوتر، مو دخل على الكمبيوتر، نعم. راح وحمل ذهب إلى المسيرة وأخذ يسابق، هو يعني حتى يقول لي أخوه مش قادر أصيده، هو شيء شارك الناس، كثر سواد المسلمين في، إحنا مسموح عندنا حسب طبعا ما يسمح فيه الجو. واحد اثنين، لما رجع بدأ يسأل أسئلة ما كان يسألها من أول. شوف الولد شال الهم، فتحول نوعيا، تحول، أصبح إذا صار في حوار، كان في السابق ما لا يلقي بالا إلى الحوارات هذه، أصبح إذا صار في حوار يجي يجلس يسأل أسئلة معينة، بيت النية على عمل شيء، على شيء ما، شيء حضاري، شيء منتج. والله إن هذه الأزمة ممكن نسمع. أنت حين شفتوا إيش عملوا في أطفال فلسطين؟ أطفال فلسطين بعد ما راح الدخان إيش عملوا؟ جلسوا يدرسوا على الأرض. نعم. الخيام. ليش؟ لأن قالوا لهم اسمعوا، هذا هو المخرج، المعرفة هي المخرج. لذلك هو حول، شحن هذه الطاقة وحولها إلى أكشن. نعم، هكذا الأمم. إحنا ما جبنا قصة الياباني لما ضغطوا عليه الشباب وقالوا له أنت هذا أهان اليابان، جبناها أكثر مرة هنا في البرنامج. قال لهم اسمعوا، علمونا في اليابان أن إذا أهينت اليابان فحول ذلك إلى فكرة،
امشي عدل يحتار عدوك فيه، تبي تعاقب عدوك، تبي تعاقب، اسلك الطريق الصحيح في بناء الحضارات وليس الطريق الصحيح. صعب الصحيح. لا 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 طريق لا لا اقصد طريق الغوغائي الهمجي الفوضوي، لانه هذا فشخل، هذا بالضبط، لانه هذا حقيقه دكتور ما جرت عليه العاده في مثل هذه الاحداث انه يكون هناك نوع من انواع الفوضى في التعبير عن الراي، ما تمشي هذا سواء كان في المنابر الاعلاميه او حتى على ارض الواقع، ما يمشي الكلام هذا. هذه فقاعات، حول هذه الى طاقه حركه. طول عمر الدنيا الفحم كان يحرق والبخار كان يحرق، الى ان جاء من سوى الاله البخاريه فقال لنا البخار ممكن يطلع منه حركه ربطت الدنيا. افا عليك، احنا نريد اله احتراق داخلي تحول هذه الهموم الى اكشن، هذا صعب. اله احتراق داخلي تحرك الهموم الى حركه، تحولها الى حركه، الى 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 حركه حضاريه، الى فعل. هذا اللي خلاني مرة أخرى أمدح هؤلاء الهاكرز وهؤلاء الإعلاميين وهؤلاء الكاميرامان، لأنهم بروفيشنالز. هذول هم اللي أذوا العدو، هم اللي جرحوه في العمق، قتلوه، أذوه، خلوه الآن ما يقدروا. قادة إسرائيل ما يقدروا يطلعوا في الدنيا، ما يقدروا اليوم، ما يقدر. حذروا، لا تطب في مدريد ترى أنت مطالب، لا تطب أوروبا ترى أنت مطارد. هذول مالت حرب لبنان جاية، القائمة الثانية بتاعت حرب إسرائيل. ليش؟ من سوى هذا؟ بروفيشنالز، حرب غزة. نعم بروفيشنالز، حولوا الألم إلى أكشن عاقلة هادئة متأنية، واستخدموا الأدوات، استخدموا الأدوات بالمصدر. استدينوا لأول مرة أمريكا ما تستخدم الفيتو، أول مرة ما استخدمت الفيتو، امتنعت عن التصويت. ليش دلالة هذا؟ شو دلالته؟ دلالته أن وضعها الاقتصادي المزري، وأنا بتكلم هنا بوضوح، خلاها تلتفت إلى أنه أول قضية هم أول أمر عندهم لما صار الوضع الاقتصادي المزري إيش؟ قالوا عندنا موقعين للاستثمار لا ثالثة لهما في الوقت القصير. واحد، أن تودع الصين أموالها عندي 2 تريليون من العملة الأجنبية تملكها الصين، و600 بليون تملكها أمريكا. يعني أمريكا اليوم الصين تسوى أمريكا 3 مرات كفاليو، فلازم سفير الصين يكون هو الأهم. والأمر الثاني الشرق الأوسط، ما زال عنده فوائد نفطية، ما زال عنده مش متعور كثير، فلذلك هو يطالع الشرق الأوسط ما يقدر يقول فيتو. أنا عرفت قيمتي اليوم، اللي مش عارف قيمته عرف قيمته اليوم. طيب خلونا نستثمر في هذا، بالغضب اللي عندي والحزن اللي عندي أحوله إلى أكشن، كله في موقعه. الجيل الجديد أنا مستشر فيه. نحن يمكن نحن كبار جميعا نسمعك الآن، لا تكبرين روحك، لا الكبار كبار عن الأطفال الصغار أقصد، اللي هم 9 سنوات 8 سنوات و10 سنوات، اللي ممكن حد منهم يسمعنا الآن، هم في فترة إجازات مدارس الآن تحديدا. هذا الجيل نحن نريد أن نزرع فيه حقيقة هذا الحس الراقي الوطني والقومي، بدون وأكرر مرة أخرى، بدون أن تضيع البوصلة، وبدون أن تضيع المسطرة، وبدون ما تكون يكون التعبير عن تلك المشاعر غوغائي وفوضوي. هذا الجيل أريد أن أوصل له مشاعري، أريد أن أوصل له الحقيقة، لكن من خلال أب أو أم متوازنة عاطفيا إذا جاز لي التعبير تجاه هذا الموقف. كيف الآلية دكتور؟ هذا الجيل عندي لك خبر سعيد، يلا نسمع، وهو أنه ليس في رصيده كمية الانهزامية اللي موجودة عندي أنا إبراهيم الخفيفي، أنا كذلك، لأن أنا انضربت صار لي الآن مدة عمري وأنا انضرب، أصعد ونزل، أصعد ونزل، أصعد ونزل. جيل خام، يوم فوق ويوم تحت، يوم بشرونا الحمد لله صار النصر كذا كذا وصار البويكوت للنفط، وثاني يوم جاء ابدا صارت القضيه انبطاح، ويوم انتعاش اقتصادي، ويوم لا خلينا نتعاشها، نتكلم فيما يختص فيها القضيه هذه، نعم يختص فيها الموضوع. موضوع